برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة أنظار العالم كله بتتجه دلوقتي للأهرامات وحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد اللي المفروض تستضيفها مصر بإذن الله 2021. زي ما بنقول دايما، تحدي كبير لمصر. البطولة لأول مرة هتبقى النسخة دي 32 منتخب بدل 24، في فرق قوية جدا مشاركة، ونتمنى بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المصري في البطولة. معانا بيشرفنا كابتن يحيى يوسف، مدرب فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي. هنتكلم معاه أكتر عن البطولة وعن التحضيرات. منورنا جدا يا كابتن. اهلا بيك واهلا بقناة النادي الاهلي. منورنا يا كابتن. خلينا نبدا من انه خلاص حدث عالمي ومصر بتستضيفه وحاجه مهمه وكبيره جدا لمصر. ازاي حضرتك تابعت التحضيرات لحفل القرعه دي وللبطوله بشكل عام؟ بص حضرتك، هو حدث عالمي في حاجات كتير، ان هي اول مره في تاريخ بطولات العالم تكون 32 فريق. صح. فيها اخر كل البطولات كانت 24 فريق. اول مره كمان ان هو يتعمل في مصر ب 32 فريق. دايما اخر بطولات اوروبيه كانت بتعملها كمان من دولتين او ثلاث دول. صح. هي اللي بتنظمها، فان مصر تاخد البطوله دي مع عدد كميه الفرق اللي موجوده 32 فريق، دي حاجه كويسه جدا وحاجه تحسب لمصر بتحضيرها بيفتحها النهارده، حاجه بصراحه مشرفه لمصر ولكره اليد المصريه. طب ازاي كابتن شايف فرص المنتخب المصري في البطوله دي؟ خلينا نبقى واقعيين، المنافسه صعبه وفي دول كبيره قويه جدا، دنمارك وفرنسا والسويد كله. ازاي بقى شايف فرص المنتخب المصري؟ بصي، هي على حسب المجموعه اللي احنا هنتحط فيها طبعا. هي عشان تاخد بطوله عالم او تخش انت في التصنيف الاول او ان انت تحصل على ميداليه من الثلاثه، ده محتاج طبعا شغل جامد جدا، محتاج كمان تحضير قبلها وكمان تحضير اسكان جوه البطوله. كمان في تحضير في بطولات في دول قويه جدا في اللعبه وليها باع، معظمها بنسبه 95% دول اوروبيه، علشان تخش في الكارير ده او تخش في المستوى ده اللي هو بينافس على ميداليه، لازم تكون لازم تكسب اول حاجه فرق اوروبيه. هو ده الفرق اللي عندنا، ان احنا ما بنكسبش لسه فرق اوروبيه خالص لغايه دلوقتي. عشان كده المدرب المنتخب بيغير سيستم او جلد المفروض المنتخب المصري، بحيث ان هو يخش في السيستم الاوروبي عشان يقدر يجاري المنتخبات الاوروبيه عشان تقدر تلعب في كاس العالم ده.